سلام. الطريقة اللي تعلمنا باش نركبوا الطواليت، يعني الطريقة اللي تعلمناها كاملين ولا هي اللي كنشوفوا في اليوتيوب ولا في غيرها، وأنا كركبها كومبلي، كتوجدها كومبلي، كتكتب لها المسائل ديالها كاملة، وعاد كيهزها هكا، وعاد كيهزها كيحطها في بلاصتها وكيتراسي، كيتعذب في الخدمة ديالها، وتا العبار ديالها مكتعطيش عبار مضبوط 100%. غادي نوريكم الطريقة إن شاء الله، أسهل طريقة وأفضل طريقة إن شاء الله باش تركبوها. بدل ما غادي نسبقوا الميكانيزم هو الاول، الميكانيزم هو اللي غادي نتليوه. هي الطريقة الأفضل، كنهزو هذا، هاد التقابي هادو، كنجيبوهم مع التقابي هنا، من بعد ما كنجيبو التقابي مع التقابي، كيبقى هنا شي ديفو في الحيط بعيدة ولا قريبة ولا، كندفعو بوجهنا. غادي نفحها غير برجليا وصافي، هاكا برجلي نفحها صافي. هاهي ملي كتفحها حتى كتلتصق هنا تماما مع الحيط، هاهو هنا كتولي ملتصقة تماما، ميلي ميبقاش. من بعد غادي نزوقها لبلاصة نتراسيوها. كيما قلنا التقابي هنا غادي يجي تقبع عند التقبة، وهنا تكون ملاصقة سنتيم واحد ولا ميلي واحد ميبقاش، تكون ملاصقة الحيط. تراسيوها بعد ما كنتراسيو كنحطوها بوحديتها بواحد الاتجاه، كنوليو نهزوها هادي، كنهزوها كومبلي. التراساج دائما سبيكر واحد التنفيذ، صافي دابا نجيبو الشنيور نتقبوصو. كتزيرو حتى كيبقى تقريبا نص سنتيم في هاد الفلتاج وكتوقفو. كندخلو هذا هو الأول، صافي كتشتبلو
هذه الكوراشات ديالها باش غادي بدي لازيرناهم هذا الشيء يسمح لنا باش نحركوها. من الاحسن حتى تركبوا لاشاس باش لا خسر دور شويه باش يعني باش تبقى تعطيكم فين تحرك. دابا ندوزوا لاشاس ان شاء الله. لازم كتزير غير باليد، إلا زيرتوه بهذا تهرسوه، بما أنني حريفي مغاديش نهرسو غادي نزيرو بها باش ما نضيعوش، ولكن مكنصحكمش تستعملوه، صافي دابا نحطو بلاصة ريشنا، نحطو الجوال هو الأول غادي نحطو بلاصة. نديرو واحد 19 كما كتلاحظوا هنا ميلي ما يبقاش خاصها تجي مفينيه مع الحيط. دائما خصها هنا تجي ميزان من لهنا لهنا خصها تجي نفس المسافه اللي غادي تكون هنا الفوق. في الزليج خصها تجي ميزان ولكن الزليج فيه الميل لتحت في الارض فيه الميل ما غاديش يعطيك ميزان. شنو هو الحل؟ هنا كنتلعبوا لها شي شويه في الفرق. ها هو هنا مزيره هي خليت لها هنا تقريبا 4 مليم. ملي غادي نركبوا المغطيه ديالها غادي تغطي هذا العيب ما غاديش يبان. الاساس هو هنا ما يكونش عندك الفرق. سويت زيارة باليد you
هذه كتركب على اتجاه واحد، تلقاو هاد السكه هذه تبعوا عليها. القطعه مهمه بزاف، حيت ماشي بالضروره غير تركبها. كاين الناس اللي عندهم حاليا مركبه في الدار ديالهم كيبغيو يفتحوهم كيعرفوا شي يفتحوها. تسبقوا القطعه الدائريه هي الاولى كتسبق البلاصه ديالها. القطعه الثانيه عاد غادي تدخل مورا ماشي بشويه ديال الضغط. باش تبغيو ملي تبغيو تحيدوها تبركوا هنا حتى يبان داك الفراغ وتحشيو طرنوفيس هنا وتطلعوا هادي. نحلها دابا باش تعرفوا الطريقه. فحال تبغي نحلها ها هو، تبركوا هنا تبركوا على هادي تطلع صافي، هي غادي تطلع وتحل. بغيت ترجعوها كالعاده ترجعوا الدائريه هي الاولى، ترجعوا الثانيه وتبركوا عليها صافي. هاد الصغيره كطلق 3 يترو، ولا بركتوا عليهم بجوج كطلق 6 يترو، وكتقدر توصل حتى 9 يترو على حساب العبار اللي درتي فيها. تتريقلوها غير في العبار ديالها، من بعد غادي نركبو هاد القطعة هنا. كيما قلت لكم علاش أخرنا هادي، بقاتلي آخر حاجة باش إلا بغينا نحركوها هي مجاتش هنا ملاصقة الحيط، ممكن نحركو اليمين أو اليسار.
فنتلقوا الموجة عليكم إن شاء الله. هذيك اللافابو هنا إن شاء الله. كما قلت لكم في واحد الفيديو قبل، قلت لكم نورمالمون هذا ما خصوش يكون في هذا الاتجاه، دائما غادي يكون في العكس ديال الباب، باش ملي يدخل في الباب ما يبانلكش هذا الشيء راكب هنا. يعني لو كان روبيني جا هنا في هذا الاتجاه هذا، ما كانش غادي يكون هذا الديكوراك. دائما من الاحسن هذا الروبيني يكون دائما في العكس ديال الباب، يعني في ستالاسيون هذا الروبيني ديرو في اتجاه معاكس ديما للباب. هذا الشيء ما خصوش يبان لك ملي تدخل للدوش، ما يبانلوش هذا الشيء، ما خصوش يبان كاع قدامك، خصو يكون مدرب في اتجاه اخر. لو كان جا هنا ما غاديش يبان لكم مره. هذا بالنسبه للخدمه، هذا عيب كيتسمى. بالنسبة هاد الكحولية اللي بغيتيها ما تبانلكمش، بإمكانكم تقطعوا القادوس على زلي جديشان مرة باش هذا يجي فوق زلي جديشان، حتى هاد السنتيم ديال القادوس اللي كحال ما يبانلكمش مرة. وهنا في بلاصة فليكسيبل بإمكانكم ديروا النحاس. السلام عليكم. الا لاحظتوا راه خوات غير النص، كتبرك على هذه كتخوي غير النص، كتقطع الراس. داك اللي بركتو عليهم بجوج غادي تخوى كامله.